نتيجة الانطلاقات في هذا التحدي. إذن على بركة الله تعالى مشاهدينا الكرام تعلن بداية انطلاقة الشوط الرئيسي، شوط الزمول وتنافس على الشلفة الذهبية. الزميل عبد الرحمن أحمد أمين يتواصل معكم بالتعليق على هذه المنافسات. بسم الله نبدأ وبه نستعين وعليه نتوكل، منه دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. التحية لكل الحاضرين هنا في هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية، من هذا المكان التراثي الجميل. تحية لكل مشاهدينا الأعزاء من يتابعنا عبر الشاشات في انطلاق هذا اليوم الختامي، أشواط الختام، ختام المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وانطلاقات أشواط هذه الأمسية في التنافس على رموز القوة والإثارة والتحديات، شوط الشلفة الذهبية ينطلق في هذه اللحظة حاملا هذه الأسماء المميزة من الزمول من كل الشعارات التي جاءت لتتنافس على أرض الخير وفي ميدان التحدي، ميدان الشاحانية المميز. على بركة الله بدأنا ونبدأ مع حضراتكم مشاهدينا متابعينا الكرام في مسار المراكز الخمسة الأولى لنتعرف على مسار هذا الشوط وكيف فكر المضمرون وأعدوا العدة لانطلاق هذا الشوط المثير. المركز الأول مباشرة وصدارة الانطلاقة الأولى، عجلان يأتي على المركز الأول لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني بقيادة فهد بن سيف الخيارين. على الصدارة وعلى عجالة من أمره يبدأ انطلاقة هذا الشوط. المركز الثاني الأسد على ثاني المراكز لهجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة راشد بن محمد بالسم المنصوري، اسم عرف الانتصارات. المركز الثالث بنغازي يأتي على المركز الثالث لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني سالم بن فاران المري في التضمير والتدريب. المركز الرابع هياض على رابع المراكز لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني محمد بن خالد العطية أيضا مروى. في المركز الخامس وصل متعب على خامس المراكز لهجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة وبقيادة سعيد بن شطيط الوهيبي. خمسة مراكز هي ندانا الأول في هذا المساء في هذا الشوط، ودائرة ندائنا تتميز بخمسة مراكز متقدمة، مع العلم بأن هناك الكثير من الأسماء لا زالت خارج التغطية، خارج التنافس في انطلاقات هذا الشوط المثير. إذا رحلة البحث عن هذه الشلفة الذهبية مع الثمانية كيلومترات في يوم الختام في هذا المهرجان، والذي سعد الجميع بالتواجد على هذا المكان الآمن هنا بميدان الشحانية ودولة قطر في انطلاق هذا المكان. نعود إلى الصدارة، إلى المقدمة، عجلان لا زال في عجالة من أمره، وعجل أيضا بانطلاقة هذا الشوط لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني الشعار العنابي المتميز والمتفوق فهد بن سيف الخيارين يقود عجلان على صدارة هذه الانطلاقة. يبدأ بسحب هذا الشوط من بدايته بإعلان أن الإثارة متواجدة من أول الانطلاقات. المركز الثاني الأسد على المركز الثاني، احذروا الأسد فهو أسد في الميادين. الأسد لهجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، راشد بن محمد بسم المنصوري المضمر المستحيل الذي صال وجال بالأسد في كل الميادين وحقق من الإنجازات الكثيرة والكثير. المركز الثالث
هياذا وبنغازي على المركز الثالث لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. سالم بن فاران المري الذهبي يطلق بنغازي في لمسة وفاء. هناك أيضا لإخواننا أيضا في ليبيا الشقيقة، ما شاء الله المركز الرابع، عودة إلى هياض على المركز الرابع لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. محمد بن خالد العطية مشاغب المضمرين مع هياض ملك الشوط الماضي والعام الماضي وحامل هذه الشلفة. هنا على المركز الخامس ننطلق إلى متعب على خامس المراكز لهجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة وشاطئ المضمرين. أسعيد بن شطيط الوهيبي من أتعب متعب وأتعب أيضا المشاركين في هذه الانطلاقات وحقق الإنجازات مع هذا الاسم العملاق الكبير. أذن هذا المسار، هذه الانطلاقة، هذه العاصفة الهادئة التي تبدأ بالتحديات هناك مع وصولنا في هذه اللحظات إلى منتصف المسافة إلى الأربعة كيلومترات التي تحمل إثارة هذه النوعيات وتحمل الانطلاقات والتأشيرات. هناك مع التحديات البداية والصدارة لا زال عجلان، لا زال عجلان، استعجل في كيلومتراته الأربع وبدأ على مقدمة هذا الشوط لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني بشعاره العنابي المميز الذي مثل هذه الدولة خير تمثيل في كافة محافل الأصايل المميزة. وفهد بن سيف الخيارين المتفوق الراغب في بقائه متفوقا في انطلاقات هذه الرياضة. هناك على الصدارة وعلى المركز الأول وأمره هناك بقيادة هذا الشوط الأسد على المركز الثاني. بدأ بضغط الأسد، الأسد لهجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة راشد محمد بالسم المنصوري يبحث عن الهاتريك وإنجاز هذا الموسم بعد أن سجل إنجازا في ميدان المرموم وكذلك أضاف الإنجاز الثاني هناك على ميدان الوثبة. وهنا ثالث الختاميات وهاتريك الختاميات طموح المضمر المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. ما شاء الله انطلاق ثنائي هناك على بداية هذا الشوط من هذه اللحظات عجلان والأسد. هنا على المركز الثالث نعود إلى أيضا سكان المنطقة الوسط، هنا ثلاثية تقود هذه الانطلاقة. القادم في المركز الثالث هياب على المركز الثالث لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. محمد بن خالد العطية ما شاء الله المشاغب، المشاغب الذي كان في صباح هذا اليوم من خلال انطلاق هذا بقيادة المحيط في هذه الانطلاقات وإعلان اعتزال المحيط. وهنا أيضا يقدم هياض يريد تكرار الإنجاز، من سبق له الفوز في الموسم الماضي وهنا يريد التكرار، والتكرار مسموح يا محمد يا بن خالد يا العطية. هناك على المركز الرابع نعود مع رابع المراكز متعب على المركز الرابع لهجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة وبقيادة شاطر المضمرين السعيد بن شطيط الوهيبي. ما شاء الله من أنجز مع الكبار واحتفل مع الكبار في كل المناسبات. المركز الخامس بدأت الأسماء تظهر، هنا ظهر التبر، ذهب تراب الذهب، وصل تراب الذهب في هذه الانطلاقة وذهب الأصايل يصل مع هجن العاصفة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وبقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير في هذه الإنجازات. ما شاء الله كل الأسماء التي ذكرتها تحمل عناوين الفوز والانتصارات، تعرف لون الذهب متميزا بكل تحدياته وبكل انطلاقاته في هذه اللحظة المثيرة. إذا الرمز الأول رمز هذا الختام رمز يوم الوداع، ولكن لا وداع في رياضتنا، نتواصل دائما من خلال التحديات من خلال الانطلاقات من خلال هذا المسار. بدأنا الآن بالانعطاف في اللحظات الأخيرة والمنعطف الأخير المؤدي إلى المنصة الرئيسية بميدان الشحانية. ما شاء الله هناك على البداية على الانطلاقة الأولى 2
كيلو باقي على خط النهاية، باقي على هذا المسار. استعسد الأسد، وصل الأسد، انطلق الأسد، أعلن الأسد أنه أسد هذا الميدان. الأسد لهجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة وبقيادة أيضا راشد محمد دسم المنصوري المضمر المستحيل. بدأ الضغط قادما، هنا الانطلاقات. بنغازي وصل، وصل بنغازي، غير إلى الصدارة، إلى المركز الأول. بنغازي ما شاء الله من هذا المكان، من ميدان الشحانية، هناك يتابع هذه اللحظة. بنغازي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، سالم بن فاران المري، الذهبي ذهب المضمرين. هناك مع 1500 المعلنة لهذا الانطلاق. بنغازي وهو بنغازي على الصدارة كالعادة، يحلق هناك على مقدمة هذا الشوط. متعب يعود في المركز الثاني لهجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة سعيد بن شطير الوهيبي، وهناك على المركز الثالث، على المركز الثالث الأسد أيضا لهجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة راشد محمد بسم المنصوري، وهنا على المركز الرابع عودة إلى هياض على المركز الرابع لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وأيضا محمد بن خالد العطية. مع هذه الانطلاقات المشاغب المستحيل الشاطر، وهنا الذهبي مع الذهب، الكيلومتر الأخير، النهاية الأخيرة، كيلو التحديات، كيلو الصراع، كيلو الذي نقترب به إلى الذهب، إلى ذهب هذا الميدان، ذهب هذا الختام. بنغازي على السيطرة، بدأ التحرك، بدأ الكل هنا يعلن هذه الانطلاقة. بنغازي هناك في الصدارة على مقدمة هذا الشوط لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والتضمير سالم بن فاران المري، وهنا وصل هياض. هذا هياض، انتقل هياض إلى المقدمة، إلى الصدارة بنفس الشعار العنابي سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. وهنا محمد بن خالد العطية انتقل يمشاغب، سلامي على هياض. هياض يريد تكرار الإنجاز، يكرر ويعود إلى العام الماضي من خلال هذه اللحظة. هياض الشحانية الانطلاقة، هيض هياض انتقل إلى خط النهاية، إلى الانتقال النهائي، إلى السلام، إلى 400 متر الأخيرة، خط النهاية، يحتفل بشلفة الذهب، شلفة الذهب هياض الشلفة، والشلفة ذهب، وهياض الذهب. محمد بن خالد العطية يعلن هذه الانطلاقة، يعلن هذا التحدي، يعلن هذا الاندفاع. سلام يا شحانية، سلام، سلام يا الذهبي، سلام، سلام يا المشاغب، سلام، سلام هنا مع هذه اللحظة، ما شاء الله. سلام يا الدوح، سلام يا الدوح، سلام يا أهالي قطر، سلام يا أهالي قطر، سلام يا الشحانية، سلام يا العنابي، سلام، سلام، سلام. مشكور يا محمد يا ابن خالد يا العطية على هذا الأداء، ما شاء الله، للعام الثاني على التوالي. خلاص هياض على الصدارة والمركز الأول والشلفة الذهبية، المركز الثاني. متعب لهجن الرئاسة في المركز الثاني والمركز الثالث. بنغازي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني المركز الرابع. ذهب إلى التبر لهجن العصب، والمركز الخامس الأسد لهجن الرئاسة. هذه الانطلاقة مشاهدينا الكرام، وهنا اللحظات التي تحمل هذه البداية، تحمل هذه الانطلاقة، ما شاء الله. سلام شحاني، سلام، سلام عنابي، سلام، سلام التحية، سلام، سلام الأداء، سلام، سلام الانطلاق، ما شاء الله. مع هذه اللحظات، مع هذه التحية، مع هذا الأداء اللي قدمه هياض، تهانينا والناموس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. تهانينا لك يا أبو حمد على هذا الأداء، تهانينا يا محمد بن خالد العطية المشاغب بالفعل، ولكن شغب مع الأصالة. 12 دقيقة 58 ثانية، 6 من الأجزاء من الثواني هو التوقيت الزمني الذي انتقل به هياض إلى الصدارة، إلى المركز الأول. تهانينا والناموس. المركز الثاني كان من نصيب متعب اللي وصل بالمركز الثاني. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة. تهانينا لسعيد بن شطيط الوهيبي، مشكور يا الشاطر. التوقيت الزمني 13 دقيقة 5 ثواني. إذا هنا بنغازي على المركز الثاني، سعد الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وسالم بن فاران المري
ايضا 13 دقيقه 85 87 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس المركز الثالث كان هناك متعة.